أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. النهاردة حلقتنا مميزة ومختلفة. ليه مميزة ومختلفة؟ لأننا هنتكلم فيها عن الأزمة، وهنعرف مع بعض معلومات كتيرة عن إدارة الأزمة، وهنعرف إيه هي الأزمة وإزاي نتغلب عليها، وكمان هنتكلم عن السلوكيات المجتمعية المعاصرة، وهنتكلم عن أشياء كتير هامة مع الدكتور محمد الطحان، دكتوراه مهنية في علوم الإدارة. وأحب أوضح معلومة مهمة، إن الدكتور محمد من الشباب المميز جدا، واللي بيحاول إنه يسعى وبيجتهد عشان يوصل رسالة، ومن ضمن سعيه واجتهاده عمل بعض الفيديوهات التوعوية اللي هو بيحاول إنه يوصل بيها رسالته، بيوصل بيها رسالة للمجتمع. ولكن قبل ما أبدأ حلقتي وأدخل في الموضوع، حابب إن أنا أتقدم بخالص العزاء للدكتور محمد الطحان ولكل عائلة الطحان في وفاة المغفور لها بإذن الله الحاجة زاهية الطحان. وطبعا أحب أوضح إن الدكتور محمد شرفنا النهاردة برغم الظروف ديت، يعني عشان الالتزام بالمواعيد. وطبعا قصة الالتزام بالمواعيد ديت يعني عايزين كتير يلتزموا بالمواعيد. دكتور محمد نورتنا وشرفتني. الله يخليك صديقي المبدع المتألق دائما أحمد عساف، سعيد جدا أن أنا موجود معاك، وطبعا بحب أشكرك لتقديم واجب العزاء، وأتمنى أن احنا النهاردة أنا وأنت نقدم حاجة للناس تكون مفيدة وبشكل مبسط كده نقدر نفيدهم بيها. يعني أنت دكتور محمد نورت وشرفت البرنامج، وعايز بقى أبدأ مع حضرتك في البداية ونتكلم عن الأزمة. تمام. عايزين نعرف إيه هو مفهوم الأزمة. طيب أحمد، قبل لما نتكلم عن الأزمة أو نعرف الأزمة، لازم أفرق بين ثلاث حاجات بالتدريج كده، زي ما احنا ايه، من الصغير للكبير. اول حاجه المشكله، بعد المشكله الازمه، بعد الازمه الكارثه. التلات حاجات دول، المشكله ثم الازمه ثم الكارثه. الازمه ثم الكارثه، تمام. ايه الفرق ما بينهم؟ طيب انا هعطيك مثل او احكي لك حكايه صغيره كده من الواقع باختصار كده، هتوضح لاي حد بيتابعنا ببساطه ايه هي الفرق بين التلات حاجات دي. عندي مثلا انا اخويا خالد، اخويا الصغير، بيحب الاكل من بره جدا، مع ان الاكل من بره ده بيتعب له بطنه، هو عارف انه بيتعب له بطنه، تمام، بس هو بيحب ياكل من بره. وهو معدي شاف عربيه واقفه بتبيع اكل، فعدى، خلاص انا هجيب اكل، جاب اكل سخن، بدا يحس بايه، بالم، بتاع، اصبح كده هو في مرحله ايه، المشكله. المشكله. وهو عارف، هو متنبئ ان هو لو اكل هيحصل له تعب. طب يبقى عندي هنا المشكله يسهل التنبؤ بها، تمام، وبتيجي بشكل تدريجي، ما بتجيش بشكل مفاجئ. ازاي يعني؟ هو بدا يسخن، بدا يحس ان جسمه مهدود شويه، بدا معدته تتعبه، فوقف مشكله. طب لو تجاوز يعني المشكله دي، لو ما وضع لهاش حل بدري، هو ما بداش يروح للدكتور، تحول لازمه، هيجي له تعب في معدته، هيجي له دور تيفود، ايا كان، هتتحول يا احمد زي ما انت قلت لازمه، لانها بقت عده مشاكل. بالظبط. طب لو الازمه دي برضه ما اهتمش وما راحش للطبيب وما شافش، راح تتحول معاه الكارثه، لا قدر الله يحصل اي حاجه، تدخل جراحي بتاع، فهنتحول لمرحله الازمه. يبقى ببساطه وباختصار الازمه اللي هي اللي في النص عباره عن ايه؟ عباره عن عده مشاكل، مشكله او عده مشاكل ان لم يتم حلها بشكل صحيح وبشكل سريع سوف تتحول الى كارثه. بالظبط. تمام. يعني المشكله حضرتك حابب توضح ان المشكله ده الحاجه الواحده، المشكله اللي هي ممكن يبقى علاجها بسهوله، تمام، وخسائرها بتبقى يكاد تكون معدومه، يعني بتبقى بسيطه، تكون بسيطه. اما الازمه بتيجي بسبب اهمال المشكله. بالزبط. يعني احنا اهملنا المشكله من الاساس، تمام، فهنا اتحولت لازمه. تمام. طبيعي. اهملنا الازمه اتحولت لكارثه. يبقى ليه نهمل المشكله من البدايه؟ اديك مثل برضه تاني يا احمد، يعني مثلا انت لو مقاول ضميره مش صاحي، بيبني برج، غش في المونة، فكده انا في مرحلة ايه، وضميره ما صحاش، يعني ما عالجش الموضوع، هو عارف انه بيغش في المونة، فكده في مشكلة، عندي مشكلة. لو ما حلتهاش وضميري صحي، تمام، المشكلة دي بعد شوية هلاقي البرج ده الجدران فيها تصدعات، يبقى انا كده في مرحلة ايه، الأزمة. تمام. لو ما عالجتش البرج هيقع، هيبقى فيه ضحايا وارواح، والبرج هينهار. بالظبط. بقى ازمه، بقينا في ازمه، بقينا في كارثه. على سبيل المثال ممكن ندي مثال تاني، مثلا يكون حد مع حد في علاقه مثلا، وتبقى مثلا الواحده مثلا عصبيه مثلا، دي مشكله. شكلك بتعاني يا استاذ احمد. عصبيه وعنيده وفيها كل حاجه، بقت ازمه. طب لازم تحل المشكله، لازم تحل قبل ما تبقى كارثه والموضوع يكبر من. تمام. طب عايزك تقول لي بقى مراحل الازمه. الازمه ايه مراحل الازمه؟ طيب يا احمد، الازمه عامله زي الانسان بالظبط. الانسان مننا بيعدي بعده مراحل في حياته، بدايته من الميلاد الى اما ربنا يفتكره الفناء. فهنبدا عندنا بمرحله، المرحله الاولى بتبقى مرحله الميلاد، اللي هي مرحله حدوث الازمه، المرحله الفعليه اللي حصلت فيها فعلا، خلاص انا وصلت، الازمه بدات معايا، تمام. بعد كده بيجي لي مرحله النمو، الازمه بتبدا تنمو معايا،
لو انا مش قادر اسيطر عليها فبتبدا الازمه تنمو معايا. بعد كده بيجي لي مرحله النضج، دي المرحله اللي هي المرحله خلاص استوت زي ما بيقولوا، هي دي ذروه الازمه. تمام، بعد ذروه الازمه بتبدا انا من شغلي بتبدا حاجه اسمها مرحله الانكماش او الانحصار. الازمه بتنكمش معايا وبتقل تدريجي لحد ما توصل بيا للمرحله الاخيره، وهي مرحله ايه؟ الفناء او الانتهاء. بتنتهي معايا الازمه مقابل ان انا عارف ازاي ان انا اسيطر عليها واحد من اخطارها واخد بالي ازاي اقلل من الخسائر اللي ممكن تحصل، فبتعدي بالمراحل اللي انا قلت لك عليها دي زيها زي الانسان بالظبط. تمام، يعني الازمه بتبتدي مشكله صغيره، بتتولد مشكله صغيره، ثم بعد ذلك بتنمو بتنمو بتكبر بتكبر لحد بالزبط. ما بتتحول لازمه بالظبط، وبعد كده بتكبر اكتر لحد ما تتحول لكارثه ان لم يتم السيطره عليها لكارثة. او التدخل بشكل سريع وبشكل مناسب. بخصوص السيطره عليها، تمام؟ تمام، عايزك حضرتك تقول لي ازاي بقى نسيطر على الازمه، او بمعنى اخر كيفيه اداره الازمه. تمام يا استاذ احمد، في حاجه مهمه قوي لازم ابقى على يقين بيها قبل ما اواجه اي ازمه، ان انا ابقى مدرك اصلا الازمه، يعني ادراك الازمه، ابقى على يقين ان في ازمه ممكن تحصل. بدات انا ادرك ان في ازمه، ابدا اتنبا نتيجه المعطيات اللي حواليا. انا شايف في هواء جديد جاي، شايف في سحب، في فانا ابدا اتوقع ممكن يحصل سيل. يعني اول حاجه حضرتك حابب توضحها التنبؤ بالشيء ده، الإدراك والتنبؤ. يعني انا عندي احساس ان الحاجه ديت هتحصل طبعاً. نتيجه مثلا فعل او حاجه غلط انا عملتها قدامي او الساحة. حتى نتيجه مؤشرات بالظبط ظاهره قدامي، اعرف ان بسبب المؤشرات ديت هيحصل كذا بالظبط. دي اول حاجه طبعا اساسي. بعد كده ابدا مرحله الاستعداد والوقايه، ابدا استعد. انا تنبأت خلاص، انا ادركت ان في ازمه هتحصل، تنبأت بحدوثها، ابدا استعد. مرحله الاستعداد والوقايه دي بتجنبني كتير جدا من الخسائر والاضرار اللي ممكن تحصل. هديك مثال برضه بسيط كده سريع سريع، كنت انا يمكن قلته في فيديو من فيديوهاتي قبل كده على الفيسبوك، كان اسمه الاستعداد للعاصفه. يعني كان في المملكه العربيه السعوديه راجل عنده مزرعه، المزارع هناك بتبقى يعني في البر، يعني في الصحراء بعيد على الحدود كده، في بعيد عن المدن يعني. فهناك الجو في الشتاء احيانا بيقلب عواصف ورياح، بيبقى فيه زي نوه كده عندنا في زي ما بنقول في اسكندريه. فالراجل ده في فصل الشتاء داخل بدا يدخل، والمزرعه بتاعته ما فيهاش موظفين، محتاج موظفين. فقام عامل اعلان، انا محتاج تيم يجي يمسك لي المزرعه الشغل بتاعي. ومن ضمن الحاجات بتاعته ان كل حاجه في المزرعه هو يبقى مسؤول قدامي من A to Z. تمام، فما حدش يتقدم كتير لان كله عارف ان فصل الشتاء داخل صعب وهيبقى الامور. فواحد بس اللي تقدم، قال له انا الذي ينام في العاصفه. قال له ايه؟ انا الذي ينام في العاصفه. يعني ايه الراجل؟ طب هو ده اللي كتبه في السي في، بس في السي في بتاعه بس، يعني من الاخر انا بتاع كله. انا اللي بنام في، لا ما هو الراجل بقى بعد كده هيكتشف يعني ايه انا الذي ينام في العاصفه. الراجل اتجنن يعني كل ده، فركن السي في في جنب. انتظر شويه ما فيش حد اتقدم تاني، فبقى مضطر ان هو ايه تنام في العاصفه. تعال اشوفك انت. جابوا الراجل، سلموا المزرعه وقالوا ابدا شغل. يوم اتنين تلاتة اسبوع حصلت عاصفه. العاصفه لما حصلت الراجل ركب سيارته وقال ايه اما اروح اشوف الوضع ايه الحل. وهو سايق في الطريق افتكر الجمله اللي كانت مكتوبه في السي في، انا الذي ينام في العاصفه. قال لي يكون بجد الكلام ده؟ ده في عاصفه. هو في بقى مش على بعض. ينام في العاصفه يعني يبقى في عاصفه وهو نايم ولا شيء ولا اي حاجه. وصل المزرعه بتاعه، في كوخ كده على اول المزرعه بيبقى الاوضه بتاعت المسؤول، الشخص المسؤول يعني بينا. فبيبص كده لقى حبيبنا نايم وشادد الغطا. مش معانا في دنيا تانية ولا كاني في اي حاجه. الراجل ما كدبش، قال انا الذي ينام في العاصفه. يا عمي كدبك ما كدبش يا عم، انت بتعمل ايه يا عم؟ يا عم الله يرضى عنك، الدنيا مقلوبه ده ما فيش. صحاله قال له انا ما كدبتش عليك من البدايه زي ما انت قلت يا احمد. قال له انا ما كدبتش عليك من البدايه، انا قلت لك انا الذي ينام في العاصفه. قال له ازاي والحاجه؟ قال له طب تعالى معايا. اخذوا وراحهم عند الزرع، لقى عامل مصدات للرياح في الاسبوعين اللي استعد فيه. اول ما مسك الشغل عمل مصدات للرياح. ظلمنا الراجل. ظلمته. عمل مصدات للرياح، جاء على الحيوانات، عمل مظلات للحيوانات عشان الميه والعواصف ما تاثرش عليها، عمل مجرى للميه بحيث ان لما ينزل مطر يبقى في مجرى للميه، الميه ما تتجمعش. الراجل استعد للعاصفه بكل حاجه ممكن يقدر يعملها بحيث ان يطلع باقل الاضرار والخسائر. شوف توقع،
اول حاجه نتيجه المعطيات والمؤشرات اللي حواليه، وانه عارف انه داخل على فصل شتاء وداخل على سيول وعلى عواصف ورياح، رغم فاهم توقع، وبناء على التوقع بتاعه بدا يدرك ان في ازمه هتحصل، بدا يستعد ليها ويعمل الاجراءات اللي تبقى تقيه من حدوث الاضرار نتاج الازمه اللي هتحصل دي. تمام، فالراجل صاحب المزرعه انبهر يعني، قال له أنا سكت زي ما انا وانت سكتنا كده دلوقتي، هو سكت برضه، قال له ما اقدرش اتكلم، احنا ظلمناه، خليتني شكيت وظلمت الراجل. هو ده اداره الازمه يا احمد يعني، بدا من ادرك ان في ازمه، توقع وتنبا، بعد كده بدا يخطط، بعد كده بدا ينفذ، بعد كده بدا يتابع ويراقب على نفسه او على تيم ورك اللي معاه. تمام، لحد ما يطلع باللي انت شفته ده. يعني حضرتك حابب توضح وتقول ان عشان انك انت تعالج الازمه لابد من تنبؤ الازمه، ثم بعد ذلك ادراك الازمه، ثم بعد ذلك الاستعدادات اللي هي هتقيك من الخسائر. بالزبط. ما تبقاش انت حضرتك عارف ان في ازمه او في مشكله جايه او في حاجه تقول عادي المره الجايه بكره بعده. فانت لازم لما تبقى عارف ان في حاجه لا ما تاجلهاش، لا بالزبط. اشتغل عليها، ده اللي حضرتك استعد. حابب انك توضحه. تمام. طب عايز حضرتك تقول لي، شايف سلوك الانسان له عامل في الازمات ولا لا؟ طبعا يا احمد، سلوك الانسان له عامل اساسي في الازمات. طبعا في الاول هقول لك ان اسباب الازمات بيبقى ليها غالبا ثلاث اسباب الازمات. طبيعيه، اما انها نتاج ضعف امكانيات، يعني زي سي مثلا زي دوله جالها وباء معين ما عندهاش الامكانيه انها تواجه الوباء ده، فهتبدا معاها توصل من مشكله تتحول لمرحله الازمه. يعني انا عندي ازمه دلوقتي، عندي وباء ما، ما عنديش امكانيات، نتاج نقص الامكانيات بقى عندي ازمه. طيب في عندي حاجه تانية من اسباب خارجه عن اراده الانسان، الاسباب الطبيعيه، الزلازل، البراكين، الحاجات دي خارجه عن اراده الانسان. في اسباب بقى ترجع للانسان نفسه يا احمد، زي مثلا الاهمال. قلت لك انا من شويه القصه بتاعت المقاول اللي بنى العماره ونتاج اهمال منه ادى الازمه، والازمه ادت لكارثه اساسي يعني زي ما انت. طب في تاني سوء ادراك، سوء ادراك الشخص نفسه. انا ممكن انا واحمد قاعدين بنتكلم مع بعض الحين، احمد ليه رايه وانا ليه رايي، مختلفين في الراي، ممكن سوء ادراكنا لاراء بعضينا يخلينا نعمل جريمه. ايوه، دي المشكله. المشكله ممكن تتحول لازمه، ان احنا ممكن صوتنا يعلى على بعض، صوتنا بعد ما يعلى على بعض لو ما احتويناش الازمه دي، ممكن حد فينا لا قدر الله يتسبب في حاجه، في حاجه مش كويسه لحد. والكلام اللي حضرتك بتقوله ده للاسف الشديد، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني بيقع في كتير في الوقت الراهن، تلاقي تعصب شديد جدا على حاجات بسيطه، يعني حاجات ما يعني ملهاش داعي للتعصب. يعني تلاقي اتنين متعصبين مثلا، متعصبين عشان ماتش كوره، تلاقي اتنين متعصبين عشان اختلاف اراء، تلاقي حاجات كتير جدا، فهنا عملوا ازمه. طب انا اقول لك على حاجه يا احمد، معلش اسمح لي بقى ناخد من الحته دي اللي هي بتاعت سوء الادراك ونطلع بره شويه، في نفس السياق بس يعني ايه، هنروح في جنب شويه يعني. انا معاك في اي حاجه حبيبي يا استاذ احمد. حبيبي يا استاذ. انت عارف انا من المنصوره طبعا. كيف انا طبعا. من منطقه، الله يخليك يا احمد، انا من منطقه من اقدم واعرق مناطق مدينه المنصوره، هي منطقه سندوب، دي مدخل مدينه المنصوره. تمام، من فتره ولحد امبارح الشباب على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك مختلفين في الاراء ما بين مين اللي في اربعه طبعا في جوله اعاده انتخابات مجلس الشعب، فمختلفين، ده مؤيد لده وده معارض لده وده مؤيد لده، والخلاف ما بينهم في يعني انا حابب اوجه لهم رساله من خلال البرنامج عندك. الكاميرا معاك وجه. حبيب قلبي، شباب سندوب ورجاله سندوب الجدعان، احنا مش عاوزين نختلف دلوقتي، كل واحد ليه رايه. انا بحب المكرونه، احمد بيحب الرز، مش مهم، انا هاكل مكرونه هشبع، احمد هياكل رز هيشبع، المهم بعد ما نشبع هنروح للراجل اللي هينجح انا واحمد نقول له هات لنا لحمه، احنا محتاجين لحمه، ناقصنا لحمه. فانا طالب منكم كل واحد حر في رايه، وانا مقتنع قناعتي قناعه تامه بالرز، واحمد قناعه تامه بالمكرونه، خلاص مش هغير قناعتي ولا احمد هيغير قناعته، انا هروح ادي. لو سمحت خليني في الرز. خليك يا باشا في الرز وادينا انا المكرونه. خليني انا اعطي صوتي للي انا مقتنع بيه، وانت اعطي صوتك اللي انت مقتنع بيه. الاهم من ده كله بقى والتجمعات وبتاع، احنا نتجمع امتى؟ نتجمع بعد ما كل النتيجه تبان، واثنين ربنا يوفقهم من الساده المرشحين وينجحوا ان شاء الله، نجتمع احنا بقى مع بعض.
انا اقل واحد فيكم، انا بس يعني اخوكم الصغير بوجه لكم، بقول رايي الشخصي التي لا قيمه له يعني، تمام؟ ف رايك على راسنا يا باشا. الله يخليك يا احمد. فلازم نقعد مع بعض يا احمد بعد ما النتيجه تبان، يتجمعوا نكتب سندوب محتاجه خدمات عامه 1 2 3 4 5، تمام؟ نطلع منها نسختين، ناخد بعضنا كلنا كده زي ما كنا بنقعد مع سياده المرشح قبل ما يبقى نائب، ونسمع ونقول له طلبات. لا احنا نروح له بقى نبارك بعد له ما ينجح. الف 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 مبروك يا سياده النائب، اتفضل. سندوب محتاجه 1 2 3 4، الثاني الف الف مبروك يا معالي النائب، اتفضل. سندوب محتاجه 1 2 3 4، معاك دوره كامله. تمام. بعد الدوره الكامله دي ننزل على ارض الواقع ومعانا الورقه كم من 10، وبناء عليه لو جاب مثلا 8 9 من 10 انا ما اقدرش بعد كده اقول لك ما تديلوش، ده وحش. مش انت اقتنعت بيه نفسك يا احمد، خلاص مش محتاج. هو عبر عن نفسه، هو قال انا اهو. يعني حضرتك حابب توضح ان مثلا في انتخابات في اي شيء مهما يكون ما نحولش الاختلافات لخلافات. بالظبط. ونتشارك الاراء. بالظبط. يعني مشاركه الاراء هتطلعنا بافضل نتيجه. بالظبط. انما الخلافات هتطلعنا باسوأ نتيجه في كل شيء. طبعا انا حابب اتكلم معاك في حاجات كتير، ولكن معانا شهادات تقدير لحضرتك. الله يعزك. عايزك تكلمنا عن شهادات التقدير دي. تمام؟ تمام. قول لي بقى خدتها ازاي؟ انا طبعا عارف انك برغم يعني انك شاب لسه في بدايه حياتك، ومع ذلك انت سافرت بره وبتسعى وبتجتهد. عشان كده انا كنت مصمم ان انا اقول في المقدمه ان هو برغم ان حضرتك قلت لي في البدايه لا انا مش عايز امدح حد يقول كده ولا كده، لا بس هو ده حقك يعني. الله هو ده حقك أحمد. واقل شيء. فعايزك تكلمني عن الشهادات ديت، وبدات حياتك ازاي، وسافرت ازاي، وخدت شهادات امتى، احكي لي بقى. هو الموضوع طويل يا احمد طول شرحه، بس باختصار كده يعني انا في ناس معينه الواحد يتعلم منهم يعني في الحياه المهنيه بالذات. في اول حياتي اشتغلت في شركه بتاعت اذكر اسمه لازم طبعا عشان ده حقه، اذكر يا الحاج محمد البنهاوي. تمام. ده من 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 زي ما بيقولك ده مدرسه. ده فعلا مدرسه. مش شرط مدرسه انه يعلمك حاجه علميه، لا. انت ممكن يعلمك حاجه انت ممكن تستفاد يعلمك منها، حاجه تستفاد منها في حياتك بشكل عام، في الحياه انت تعرف تتعامل ازاي في مواقف معينه، تعرف. طبعا بعد كده مريت بمراحل السفر، سافرت اشتغلت في شركه اداره وتشغيل مطاعم سياحيه، وكان في برضه هناك بقى راجل يعني صاحب فضل برضه عليا بصراحه، وتعلمت منه كتير جدا، مستر عبد الله الغامدي ابو فيصل. بصراحه راجل برضه مدرسه الحق يقال. فدول مدرستين مختلفتين الواحد استفاد منهم في حياته المهنيه بشكل كبير جدا يا محمد يا احمد، ما اقدرش ان انا اقول لك عامل ازاي. فربنا يبارك لهم. وبناء عليه بقى الواحد بيجتهد في شغله طبعا، زي ما انت عارف اي شاب لازم بنصحه، اشتغلت اجتهد في شغلك وابدا من تحت، مش لازم تقعد على مكتب من البدايه يعني، ابدا من تحت وانت تدريجي اثبت نفسك واطلع لفوق حاجه حاجه، وان شاء الله ربنا هيكرمك وهتوصل لاعلى الاماكن وهتقعد على احسن مكتب كمان. هي رساله مهمه جدا للشباب، وشباب كتير محتاجاها في الوقت الراهن دلوقتي. الشباب يقول لك انا اعمل ايه، الظروف وكان بس برضه عشان برضه ما نبقاش متحاملين عليهم. هو فعلا ممكن تكون الظروف قاسيه شويه، ولكن لابد من تحدي الظروف يعني عشان توصل وتنجح. انما هتفضل معتمد على كلمه الظروف فمش هتقدم اي شيء. احمد هتفضل قاعد في البيت، مش هتاخد خطوه لقدام، مش هتتحرك من مكانك. طيب هاخد مع حضرتك سؤال تاني. اتفضل. حضرتك شايف ايه اكتر السلوكيات السلبيه الموجوده حاليا في المجتمع تحديدا من البشر، وعايزك تقول لي السلوكيات ديت هي ايه بالظبط وازاي نتفادى ده ونعالجها؟ هنزعل ناس كتير مننا، بس ده لان كلمه الحق بتزعل. لا هو احنا مش هنزعل قوي على قد ما هنرشدهم. فاحنا يعني هم ممكن ياخدوها، لان بجد السلوكيات يا احمد وانت شايف اكيد بنفسك سلوكيات الناس مش زي زمان، ده حقيقه. الناس هتزعل بس معلش الحق بيزعل. احنا بما اننا بنتكلم في سلوكيات وبنتكلم في ازمات، فانا ممكن اربطهم لك ببعض واديك مثال حي. هو عشان الوقت يعني يعتبر شبه انتهى، فباختصار يعني باختصار هربطهم لك بمثال حي. انت جيت المنصوره احمد قبل كده صح؟ جيت؟ جيت قبل كده. طيب تعرف صندوق ولا؟ رحت صندوق قبل كده. طيب تمام. عندنا ميدان صندوق ده عباره عن مجموعه ازمات في بعضها. واغلب الازمات اللي موجوده
او جزء منها نتاج سلوك بشري خاطئ، تمام؟ وحاجه زي مثلا ازمه كائن التيك توك، انا مش خلاص هو بقى امر واقع، انا في ناس بتاكل عيش منه، وفي ده رزق ناس وعائلات، مفيش عندي اي مشكله معاه، بس ليه انت ما تصححش سلوكك كواحد سايق توك توك بتاكل عليه عيش ورزقك؟ ليه ما تصححش سلوك؟ ليه ما تقفش بشكل حضاري كده؟ ليه تقف في نص الطريق؟ ليه تقفل مدخل منطقه شارع رئيس المنطقه؟ يعني حضرتك حابب توضح ان انت مش بتتكلم عن التوك توك بشكل عام، انت كمثل بتتكلم على سلوك الشخص بشكل خاص، بالظبط. انما الملتزم انت مش ضده. انت راجل بتاكل عيش، كل عيش، انا مش ضد انك تاكل، انا معاك تمام ومؤيدك انك تاكل عيش. كذلك في ازمه السوق المركزي بتاع سندوب طالع في الطريق، ما فيش، انا اصلا كشخص مش قادر امشي، مش هقول لك سياره، ده بيقفل الطريق خالص. طب ليه ما التزمش مع ان معمول ليهم جوه اماكن مخصصه؟ طب ليه ما تدخلش جوه يا جماعه؟ انا مش ضد انك تاكل عيش، بس انت لا ضرر ولا ضرار يا احمد، ما تاذينيش وتقول لي انا باكل عيش، ما انت حب الخير لنفسك وحب الخير ليا. طيب هو طبعا يعني انا كنت اتمنى طبعا في سلوكيات كتير، باذن الله من ضمن باذن الله. السلوكيات ايه بقى اللي مثلا الواحد اللي تلاقيه مثلا كل حاجه شرب حاجه وعلى طول بيرمي في النظافه، ثانيه، ازمه النظافه يا في احمد. حاجات كتير جدا طبعا، ولكن هو الوقت يعني دكتور محمد غصب عن الوقت انتهى، جايات اكتر ان شاء الله. ولكن لو هتوجه يعني رساله اخيره او رساله شكر لحد هتقول فيها ايه بس سريعا جدا. بشكر كل الناس طبعا، اهلي واخواتي في سندوب وفي المنصوره كلها، وبقول لهم محدش يزعل مني، انا كلمه الحق بتزعل، بس معلش احنا لازم نصحح من سلوكياتنا شويه عشان نوصل لمرحله ارتقاء نقدر نتعامل مع بعض، ما تاذينيش وما اذيكاش. وبشكر طبعا والدي ووالدتي وزوجتي وكل الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، واتمنى اكون قدمنا لهم حاجه مفيده يعني. من لا يشكر الناس لا يشكر، ودكتور محمد انت شرفتني ونورتني، وان شاء الله لنا حلقات تانية كتيرة بإذن الله. بإذن الله شرفتني يا أحمد، ونورتني، وسعيد ان انا كنت معك. وطبعا انا اسعد. وطبعا قبل الختام انا حابب اشكر كل فريق عمل البرنامج، لان الفريق ده بيتعب جدا معانا وانا بشكرهم جدا، وحابب اشكر تحديدا اللي بيتعبوا معايا جدا برضو في السوشيال ميديا، استاذ ريم علي في الفويس اوفر، وحابب اشكر برضو في المونتاج برضو في السوشيال ميديا استاذ عبد الرازق نصار، وحابب اشكر الاستاذ المدير التصوير اللي هو طالع عينه معانا الاستاذ محمد عزب، وحابب اشكر الاستاذ سامر عبد المجيد والاستاذ محمد المالكي والاستاذ نصر الشاهد والاستاذ جمال عبد العظيم والاستاذ علي حسين، وحابب اشكر يعني كتير جدا، وبشكر المخرج، وطبعا انا يعني خايف اكون نسيت حد، وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج حلم حياه.